طبعا انا قلت قبل ما نبدا الغدا مع بعض، ازيكم عاملين ايه؟ قلت ايه يعني، يعني ايه نغسل بوتاجاز سوا. يعني انا قبل ما هبتدي في الغدا او اي حاجه، قررت ان انا اغسل البوتاجاز بتاعي بين وقت والتاني، بعمل له ايه يعني صيانه كامله كده في الغسيل. بحب افرش ورق الومنيوم فشلته طبعا، ورا الغطا بتاع البوتاجاز بيبقى عند السيراميك كده مش نظيف، بغسله. انا هنا ببقى عامله حاطه في خلطه الصابون عصير ليمون وخل واي صابون بقى تحبيه بتاع المواعين. طبعا بسخن البوتاجاز قوي وبدلق فيه شويه من الخلطه دول، وابتدي اغسله بقى بعد ما اشيل الفويل وانشف. انا قلت اديكم طاقه وباور بحيث نتشجع وكلنا نغسل بوتاجازنا قبل ما نعمل الغدا. وطبعا بعد ما غسلته نشفته كويس جدا جدا، بغسله كله بقى من الاجناب والفرن والعيون كل حاجه، يعني مثلا كل 15 يوم كده اشيل ورق الالومنيوم واغسله غسله كويسه، وبرجع افرش ورق الالومنيوم تاني، بفرش على الازاز وعلى البوتاجاز نفسه. حلو قوي ورق الالومنيوم، بيسهل عليكي كتير في تنظيف البوتاجاز. يعني انا بعد ما بخلص غدا يا دوبك بمسحه بس كده يرجع نظيف على طول ويحافظ عليه. ولما تيجي تغسليه من وقت للتاني بتلاقي لحد ما البوتاجاز نظيف. يعني هو اي نعم ما بيعدي عليه مده، ورق الالومنيوم بيتخرم كده ويتقطع ويسيل على الاستانلس تحت، بس يعني بيحافظ عليه يعني شويه. بالسكينه كده ببتدي افرغ مكان للعيون اهو. طبعا انا بجري الفيديو قوي علشان بس ما يبقاش مدته طويله على حضراتكم. كان حد سألني قبل كده يا نرمين بتغلفي البوتاجاز ازاي، فانا عشان كده حبيت اشارككم وانا بغسل البوتاجاز اهو، والعيون بغسل كل حاجه. حلو قوي السلك، في سلك مواعين كده خشن، السلك تقريبا ب5 جنيه وبيتباعوا في الاتوبيس 3 ب5 جنيه على فكره. فبجيب منهم يعني، حلو جدا جدا، منظف الاستانلس قوي. والخلطه اللي بقولكوا عليها دي جميله تحفه في تلميع الاستانلس، حلوه قوي، هبقى اعملها معاكم في مره. طبعا خلصت البوتاجاز لازم ننشفه كويس قوي عشان الصاج بتاعنا ما يصديش. يعني بعد ما تغسليه اي فوطه ناشفه بقى وغطيه كويس. وغسلنا البوتاجاز بتاعنا، نخش بقى على الغدا. برضو بغلف الايد عشان لما امسكها كده تبقى نظيفه. الشطه حرقه زوري خالص. نعمل بقى الغدا بتاعنا، معانا راس توم كده حلوه. الغدا بتاعنا ايه النهارده؟ هنعمل، عارفين المسقعه، مسقعه البتنجان، هنعمل النهارده مسقعه السمك بطريقه سهله جدا. معايا راس توم خدتها حطيت عليها معلقه كزبره وملح وفرمتها كويس في الهاند بلندر. هشيل منها معلقه مفرومه كده على جنب، هتعرفوا ليه دلوقتي. والباقي هقطع عليه فلفل اخضر او احمر، اي فلفل متوفر عندكم، وزي ما تحبوا بقى بارد او حامي. واعصر 3 ليمونات كده حلوين، واظبط الملح بتاعي واضربهم تاني بالهاند بلندر علشان هنتبل السمك بتاعنا. انا السمك ده جبته الصبح من السوق، غسلته كويس قوي وزي ما احنا متعودين مع بعض، رشيت عليه شويه ملح وشويه عصير ليمون وسبته ساعه، وبعد الساعه خدته شطفته تاني تحت الحنفيه كويس وببتدي اتبله. بصوا شكل التتبيله حلوه قوي، ريحتها حلوه جدا. هسيبه في التتبيله دي مثلا يعني لحد ما تيجي تحضري بقى الغدا بتاعك، ساعه 2 3 نص ساعه براحتك خالص، الى حين ما يجي ميعاد الغدا. معلقه الثوم المفروم اللي احنا شلناها، بجيب حل على البوتاجاز احط فيها معلقتين زيت اي زيت تحبيه، وببتدي اشوح التومه بتاعتي واعصر عليها عصره ليمون وانزل بكميه الطماطم من المناسبه. يعني انا جايبه 2 كيلو سمك عصرت كيلو من الطماطم. طبعا انت زي ما تحبي بقى، جايبه نص، جايبه كيلو، جايبه 2، براحتك خالص. هسيب الطماطم بتاعتي تتسبك، مش تتسبك قوي يعني مثلا نص تسبيكه كده، وهي انا سبتها على البوتاجاز. هنيجي للدقيق اللي احنا هنبدر بيه السمك، دقيق عليه معلقه من النشا، عليه نص معلقه كزبره ناشفه، كمون، شطه لو حابه، بابريكا، اي توابل تحبيها حطيها في السمك. هبتدي ابدر السمكه كده وانفضها كويس قوي. وطبعا في الوقت ده الزيت على البوتاجاز بسيبه يسخن قوي، وبقوم نازله بالسمك. وبعد ما بنزل بيه ببتدي اوطي النار بتاعتي سنه صغنونه بس، بحيث السمك ما يتقليش من بره ويبقى من جوه لسه ني، وتصفيه على اي حاجه خالص، على اي حاجه عادي يعني ما يطلع. هقلي بقى الفلفل، بقطعه نصين، هنا فلفل رومي يعني تقدروا تجيبوا فلفل بارد او حامي اللي تحبوه حطوه، زي ما تكوني هتعملي مسقعه بالظبط. مسقعه البتنجان دي بقى مسقعه السمك، حلوه قوي قوي قوي، جميله جدا جدا جدا، جربوها هتعجبكم قوي.
طبعا خلاص الطماطم بتاعتي اتسبكت زي ما بقول لكم نص تسبيكه، بظبط ملحها، حبه شطه حطي، وبعد ما تتسبك باخد السمك احطه فيها، وبعد السمك بنزل بالفلفل، ويا دوبك بس يقلبوا قلبه صغنونه على البوتاجاز، يعني سنه صغننه كده، بتطفي النار بتاعتك وتغرفي في الاطباق، وبالف مليون هنا وشفا. وصفه النهارده حلوه جدا، سهله قوي، بسيطه خالص، وعايزه اقول لكم حلوه وبتاكل قوي. جنبها بقى اعملي شويه رز ابيض او رز بشعريه، اي رز تحبيه، بس الاكله دي يعني يليق معاها قوي الرز الابيض. طبعا مش لكوش في الرزات وبتحبوا العيش، مفيش مشكله. وطبعا الفلفل المخلل هتلاقوا الطريقه موجوده على القناه عندكم، والزيتون الكلامطه برضو الطريقه موجوده. يا رب غدا النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. بصوا الجمال، بجد وصفه رائعه تعجبكم، جربوها. سهله جدا جدا، بس يستحسن لو انتوا هتعملوا السمك في الصلصه بالطريقه دي، حاولوا على قد ما تقدروا تجيبوا السمكيه الصغيره، يعني على قد ما تقدروا، ما لقيتوش صغير عادي ممكن تجيبوا الكبير وتقطعوها نصين، مفيش اي مشكله. حلو قوي السمك بصلصه كده، حلو قوي بياكل جدا. عملت رز ابيض، جبت شويه رز غسلتهم وحطيتهم في الحله، عليهم ميه سخنه، ظبطت الملح، شويه زيت وبس كده. وده المخلل هتلاقوه موجود عند حضراتكم على القناه، الزيتون الكلامطه والفلفل، مش عارفه. تعالوا نشوف السمك بقى الجميل، ريحته حلوه قوي، بصوا الشكل، بصوا وقالت الفلفل بس من وراكم. بصوا بقى الرز الابيض تحفه، هي الاكله دي ما هي لازم معاها رز ابيض كده. الله، قرن فلفل، بجد الاكل تحفه، لازم تجربوه. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم وتقدروا تستفادوا منه، واشوفهم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. وباي باي.